السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية الخاصة لعملية طوفان الأقصى اللي صار عمرها 4 أيام بنفس الوتيرة المتصاعدة، إن كان من جانب اليوم المقاومة في القسام وحماس وسرايا القدس اللي أذاقوا العدو مرارة الهزيمة المتكررة في الجغرافيا الفلسطينية المحتلة وفي العمق الإسرائيلي. فلسطينيين هم أهل الأرض، دخلوا لأول مرة لبيوت المستوطنين، ولكن يقابلها ردة فعل عنيفة وهمجية من قبل الكيان الصهيوني بالقصف العشوائي والعنيف والمستمر على قطاع غزة، بحيث اليوم الدول التي تدعو إلى الإنسانية ونبذ العنصرية تطلع بيان دعم للكيان الصهيوني، مع العلم أن وزير دفاع أمس يصرح أن الموجودين داخل غزة هم حيوانات بشرية. فللأسف تناقض المواقف واضح جدا. الطوفان مو فقط في فلسطين، طوفان موجود خارج الحدود الفلسطينية بمختلف الدول اليوم المساندة للمقاومة الفلسطينية من خلال مسيرات ودعم إعلامي وتظاهرات كبيرة جدا. طبعا أحبتي المشاهدين، راح نناقش كل هذه المحاور والمواقف أكيد مع ضيوفنا الأستاذ كاظم الحاج الباحث بالشأن السياسي. أهلا بك أستاذ كاظم. وأيضا من طهران عبر السكايب الأستاذ رضا الحسيني المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. وأيضا الأستاذ جواد الهنداوي عبر السكايب من بروكسل السفير العراقي السابق في بلجيكا. إلى ما يجهزون باقي الضيوف أبدأ مع الأستاذ كاظم الحاج. أستاذ كاظم، قبل ما ندخل إلى المحاور وإلى الإعداد اللي موجود أمامي، ولكن أكو خبر عاجل أنه القسام ببيان خاص إلها أمهلت سكان المستوطنين في عسقلان مهلة إلى الساعة 5 لمغادرة المدينة. الآن تغيرت المعادلة بعد ما كانوا الصهاينة هم من يهددون سكان غزة وسكان المدن الفلسطينية بالهجرة أو ترك منازلهم أو ترك مدنهم. الآن تحولت المعادلة أن المقاومة هي من تهدد سكان الدو أو المدن الصهيونية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الفاضل ومن خلالك لضيوفك وكادر ومشاهدي قناة الأيام الفضائية. أهلا وسهلا بك. توازن الردع الذي يعتمد عليه محور المقاومة بصورة عامة، وأيضا فصائل المقاومة داخل فلسطين المحتلة بصورة خاصة، هو الذي الآن يحدد معايير المواجهة ما بين الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلية. ورأينا كيف تعاملت الماكنة الحربية الإسرائيلية بدعم غربي أمريكي فرنسي بريطاني إيطالي ألماني مع المدنيين. هناك حرب إبادة جماعية باستخدام الطائرات، وهناك تجريف واسطة الصواريخ وكذلك المدفعية، وهذا الأمر حتما لابد أن يكون له ردع داخل قطاع غزة وبالتالي الحفاظ على المدنيين. ومن هنا حقيقة يأتي هذا المعيار في توازن الردع ما بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وما بين القوات المحتلة، وبالتالي استهداف المدنيين في غزة لابد أن يكون هناك شيء موازي له يردع الكيان الإسرائيلي بإيقاف أو على أقل تقدير تقليل الضغط على المدنيين داخل قطاع غزة. ومن هنا سيد الفاضل، أعلنت يوم أمس حماس أنها ممكن أن تذهب باتجاه إعدام الأسرى الذين لديهم في مقابل كل هجمة ومقابل كل قصف تقوم به الماكينة الحربية للكيان الإسرائيلي، لكن للأسف الشديد وبعدم اكتراث من الكيان الإسرائيلي استمر القصف. وحفاظا على حياة الأسرى حقيقة تحاول فصائل المقاومة في قطاع غزة أن توجد حالة من الردع ممكن أن تؤثر على قرارات الماكينة الحربية التي تستخدم الآن بصورة لا أخلاقية ولا إنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. نعم أستاذ كاظم، يعني اليوم الكيان الصهيوني دائما نعرف انه بسبب اليوم قله العدد له عده اهتمام كبير اليوم بالجندي الاسرائيلي او بالمواطن الاسرائيلي، لان تعرف يعني اغلب اللي موجودين يتمنون انه يذهبون الى الجناس الاخرى اللي عندهم، لان دوله اسرائيل عندها متعدد الجنسيات كبيره جدا كمواطنين.
يعني من المفاجئ انه لما هددت القسام باعدام الاسرى الموجودين عندها بكل ضربه الغارات الاسرائيليه مستمره، هل اعتبرت انه الرهائن والاسرى لدى حماس ولدى فصائل المقاومه هم باعداد الخسائر؟ اولا هناك حقيقه طبيعه المجتمع المختصب لارض فلسطين، الكيان الاسرائيلي فيه عدد من الطبقات، بمعنى هناك طبقيه وهناك تمايز عنصري. نعم. وفق القوميات التي ينتمي اليها الاسرائيليون، ومن هنا نجد حقيقه ان اغلب الماكينه الحربيه او الجيش لهذا الكيان الاسرائيلي هو من الطبقات التي يعتبرها قاده هذا الكيان بمستويات اقل منهم من ناحيه يعني من ناحية القيمة الإنسانية. نعم. لذلك ما تفضلتم به وأشرنا إليه أن حماس أشرت على أنها ممكن أن تعدم جنديا إسرائيليا مقابل أن يكون هناك قصف، لكن هذا الأمر لم تلتزم به أو لم يؤثر على قرار الكيان الإسرائيلي، ورأينا تصاعد الهجمات التي تستهدف قطاع غزة. أضف إلى ذلك هناك أيضا مبدأ داخل الكيان الإسرائيلي يسمى مبدأ هانيبال، وهو مبني على أن الجندي الإسرائيلي ميتا أفضل منه أسيرا في ناحية المساومة أو التأثير على قرارات القادة العسكريين لهذا الكيان الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس حقيقة اتخذت اليوم فصائل المقاومة في قطاع غزة وتحديدا عز الدين القسام قرارا باستهداف عسقلان مقابل قطاع غزة، وهذا الأمر ربما يؤثر بشكل أو بآخر. آخذين بنظر الاعتبار سيد الفاضل الموقف الذي استغل من قبل نتنياهو باستثمار هذه الحالة سياسيا، وهو يحاول أن يجعلها طوق نجاة له من كل الجرائم التي ارتكبها سابقا. نعم. أو الحالة السياسية والوضع السياسي الذي كان يعاني منه قبل عملية الطوفان، وبالتالي هو أيضا هنا يحاول أن ينجي نفسه أو ينقذ نفسه بغض النظر عن كمية الخسائر التي ممكن أن تلتحق بالإسرائيليين. نعم أستاذ كاظم، طبعا ابقوا معنا أستاذ كاظم، أكيد راح نرجع لك، الأسئلة كثيرة وكبيرة ومتعددة ومتشعبة. ننتقل للأستاذ رضا الحسيني عبر السكايب من طهران المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ رضا. نعم ننتقل الآن إلى الأستاذ جواد الهنداوي سكايب من بروكسل السفير العراقي السابق في بلجيكا، أهلا وسهلا بك أستاذ جواد. الصوت شباب أستاذ جواد تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. اليوم أستاذ جواد بما أنك في دولة أوروبية أحب أسألك على الموقف الأوروبي. الأمس شاهدنا بيان مشترك بين بريطانيا وفرنسا وعديد الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية تضامنا مع الكيان الصهيوني، شنو السبب مع العلم أنه هذه الدول تدعو إلى الإنسانية وضد العنصرية ومع السلام؟ في الحقيقة موقف مخجل ومؤسف من الدول الأوروبية ومن الاتحاد الأوروبي بالذات. نعم. الذي يمثل الواجهة السياسية للدول الأوروبية بمختلف جغرافياتها ومختلف مبادئها وأنظمتها السياسية، موقف مخزي ويدل على أنهم يتبنون ديمقراطية زائفة عنصرية لا تتمتع بالخصائص أو بالصفات الإنسانية المطلوبة. للأسف الشديد الموقف الأوروبي ترجم ليس من ناحية سياسية فقط وإنما من ناحية فعلية، بحيث أوقفوا هنالك مهونة كانت للشعب الفلسطيني تقدر ب $300، أعلنوا رسميا بإيقافها، يقولون أنه لا ندعم الإرهابيين. نعم. للأسف الشديد موقف مخزي، ويجب أن يكون لهذا الموقف تداعيات على الأطر السياسية، على البعد السياسي، على العلاقات السياسية العربية. ولكن للأسف أيضا أنه المواقف العربية أيضا مخزية، يعني الموقف الأوروبي كيف يمكن أن يكون بالشكل الحيادي على الأقل أو بالشكل الإيجابي كما نتمنى؟ نعم. إذا كان للبيت هم موقفهم مؤسف أيضا. هناك بيانات من بعض الدول العربية، بيانات ليست حيادية وإنما
تصطف إلى جانب صحيح. الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي الذي يمارس عمليات قتل وإبادة جماعية. يعني أقارن ما بين موقف فنزويلا وموقف بعض الدول العربية وموقف الدول الأوروبية باستثناء يختلف. إسبانيا أعتقد نعم. شعبيا ظهرت مظاهرات، وحتى في بلجيكا غدا ستكون هنالك مظاهرات. نعم. ولكن على صعيد الأنظمة السياسية في أوروبا الموقف مؤسف، وهذا ليس غريب صراحة، لأن هم الذين ساهموا بتأسيس هذا الكيان، بريطانيا والأمريكان فعلاً. والأوروبية، وهم الذين يتعبونه بدون شروط وبدون قيود وبدون حدود أيضا. نعم. لذلك أنا قلت في عمود كتبت اليوم، نعم، قلت أنه الطوفان الأقصى هو الانتقال أو فشل النظام السياسي العربي إلى الحضن الإسلامي المقاوم، من النظام السياسي العربي الفاشل إلى العمق الإسلامي المقاوم. نعم. أنا أعتقد أنه هذا الانتصار تحقق بفضل العقيدة وبفضل المبادئ التي تلتزم بها حركات المقاومة. نعم. حركات المقاومة التي استاذ تؤلف المحور بكامله، محور المقاومة. نعم. وهذا الانتصار يدل أيضا على أن هذا الانتقال من الحضن العربي المتخاذل، نعم، السياسي طبعا أنا أقصد، نعم، الفاشل العمق الإسلامي المقاوم، هو كان سببا. نعم نعم استاذ جواد. استاذ جواد تكلمت ونقلت صورة اليوم وموقف الحكومات الأوروبية، انا اريد اعرف ايضا ردة فعل الشارع الأوروبي، المجتمع الأوروبي. يعني شاهدنا تظاهرات في عدد من المدن الأوروبية دعما لأهالي غزة، دعما للمقاومة الفلسطينية. عموما المواطن الأوروبي الان يعني كمجتمع أوروبي، هل مع الصهاينة او مع المقاومة الفلسطينية؟ أعتقد أيضا منقسم صراحة، منقسم من خلال رؤيتي ومن خلال معايشتي. غدا ستكون مظاهرات في بلجيكا، وبالمناسبة بلجيكا هي أكثر الدول الأوروبية تقربا إلى القضية الفلسطينية واحتضانا للقضية على الصعيد الجماهيري، على الصعيد الشعبي مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى باستثناء أسبانيا التي هي أيضا لها مصداقية شعبية كبيرة نحو تبنيها للقضية الفلسطينية شعبيا. ولكن الأوروبيين مثلما ترى وتشاهد منقسمين، قسم يؤيد القضية الفلسطينية وقسم يقع تحت تأثير اللوبي الصهيوني، تحت تأثير الإعلامي، تحت تأثير الخوف، التهديد إلى آخره. يعني لا تنسى أنه تعرضوا بعض الكتاب الأوروبيين، تعرضوا إلى مضايقات، إلى إهانات، إلى حتى تهجير من بلدانهم إلى دول أخرى بسبب مواقفهم القريبة والمتبنية للقضية الفلسطينية. يعني أنا أذكر لك ولو نعم. ليس في الوقت الحاضر، قبل 15 سنة الكاتب راح جارودي الذي اضطر، وكثير من الأساتذة الفرنسيين اللي أعرفهم اضطروا أن يغادرون فرنسا وفصلوا من الجامعات لأنه شككوا بالنازية وشككوا بالمبالغة بالمحرقة النازية إلى آخره، اعتبروه بقانون معاداة السامية. نعم. فالبعض منهم الأوروبيين متخوف، والبعض الآخر حذر، والبعض الآخر مؤيد بحكم انتماء الصهيوني، والبعض الآخر لا يعلن صراحة المواقف الشجاعة اتجاه نعم. القضية. نعم استاذ جواد صراحة. نعم اكيد راح نرجع لك بعد قليل. اعود مع الاستاذ كاظم الحاج الباحث بالشأن السياسي. استاذ كاظم، طوفان الاقصى معركة شكلت مفاجأة مو فقط للاعداء، حتى مفاجأة للاصدقاء، مفاجأة للمواطن الفلسطيني. اليوم هذه الهجمة او هذه العملية لديها اركان، شو وقت تشكلت حسب توقعاتكم؟ كم سنة يخططون على هذه العملية الاستراتيجية؟ طبيعة جغرافية مسرح العمليات حقيقة لابد أن يطلع عليها المواطن. أولا قطاع غزة محاصر من جميع الجهات باستثناء معبر رفح الذي هو جنوب قطاع غزة مع نعم. مصر،
وهناك سياج محيط بقطاع غزة، وأيضا ربما البعض لا يعلم أن هناك سياجا بعمق 9 متر تحت الأرض من كتلة كونكريتية تمنع أن يكون هناك أنفاق. فضلا عن ذلك فصائل المقاومة الإسلامية يعني تعلم أن خلف السياج هناك قبة حديدية وهناك أيضا رادارات، نعم. وبالتالي وجود آلة عسكرية وماكنة عسكرية كبيرة جدا. بالتالي التخطيط لمثل هذه العملية هو نقلة نوعية في التفكير والتخطيط للعمليات العسكرية، وحتما سيؤخذ بنظر الاعتبار ويدرس في الكليات الحربية والعسكرية. حقيقة التخطيط وطبيعة الفترة الزمنية التي اتخذتها تدل وبشكل واضح وصريح على أن حماس في هذه الفترة، كتاب عز الدين القسام في هذه الفترة، كانت تتمتع بسرية تامة لم يستطع من خلالها. ونشير هنا تحديدا وضمنا أن الكيان الإسرائيلي يعتمد بوجوده على عدة عوامل، نعم. أهمها عاملين أساسيين هما البروباغندا التي الهالة الإعلامية التي يحيط بها الماكينة العسكرية وجيشه الذي يعني يصرح عنه أنه لا يقهر وأنه الجيش الأقوى في المنطقة، وأيضا الحالة الاستخبارية والمخابرات والأمن في داخل إسرائيل على أنه لا يمكن أن يمر من خلاله شيء. هنا حقيقة يعني الفصائل المقاومة الإسلامية أخذت كل هذه الاعتبارات في حسبانها عندما وضعت خطة التنفيذ. أولا مسألة أن يكون هناك طيران شراعي، فحتما أن هذا الأمر سيكون يعني معلوما أو مكتشفا من قبل رادارات القبة الحديدية. لذلك لجأت فصائل المقاومة إلى استخدام أكبر عدد ممكن من الصواريخ. نعلم أن القبة الحديدية قدرتها الاستيعابية للصد هي 3000 صاروخ، وبالتالي عندما يكون هناك أكثر من هذا العدد فإن القبة الحديدية تكون مشغولة بشكل كامل، وعندها ممكن أن يمر الطيران الشراعي من فوق السياج بدون أن يكون هناك اكتشاف له. أضف إلى ذلك أيضا مسألة قطع الاتصالات بين القطاعات العسكرية للكيان الإسرائيلي كانت أحد أهم الأهداف. فضلا عن ذلك أيضا سيد الفاضل هو طبيعة التواصل ما بين القطاعات المهاجمة الكوماندوز الألف لم يكن وفق الآليات الحديثة الموبايل، نعم. وغيرها، وإنما كان بآليات بسيطة وبدائية. كل هذه العوامل هي أدت إلى أن يكون هذا الإنجاز. فترة التخطيط حتما أنها فترة طويلة، نعم. وأيضا إذا أشرنا على أن القرار هو قرار فلسطيني يعني غزاوي نستطيع أن نسميه بامتياز، فإن حتما محور المقاومة، نعم، على أقل تقدير أنه كان هناك علم لحزب الله وبعض الجهات الأخرى. نعم. طبعا أحبة المشاهدين، الآن عبر الهاتف من سوريا الأستاذ محمد عباس الخبير العسكري. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمعني؟ شديد الكرام، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. نعم أستاذ محمد، أبدأ وياك بالخبر العاجل اللي بدينا فيه في بداية الحلقة، أنه كتائب القسام تعطي مهلة لأهالي عسقلان للمستوطنين في عسقلان بترك المدينة إلى الساعة 5. اليوم ماذا نفسر اليوم اختلاف قواعد الاشتباك؟ كنا متعودين دائما أنه الكيان الصهيوني هو الذي يهدد أهالي غزة بالترحيل أو بالهجرة، الآن تغير الموقف وتغيرت المعادلة، تفسيرك لهذا الموضوع؟ يعني أعود مرة أخرى للحديث عن حرب 2073 والمفاجأة الاستراتيجية التي حققتها، نعم. سوريا ومصر، نعم. ومع العراق والأردن والسعودية والكويت، وهذا الموقف العربي التضامني الكبير الذي صنع حرب 20، نعم. المفاجأة الاستراتيجية التي عقدت لسان العالم لهذه الصدمة التي واجهت العالم بأن العرب قادرون على تحقيق إنجاز بمستوى حرب تشرين. اليوم السادس من تشرين يأتي في السابع من تشرين بعد 50 عاما، نعم. والمنظومة واحدة، نعم. استاذ محمد سؤالي كان عسكري. تفضل. تكتيك واستراتيجية وعمليات،
للأسف الصوت يروح ويجي خلل من الشبكة عندما أتوقع. أفت المعادلات وتم إنشاء معادلات ألمانية. ألو ألو نعم نعم نسمعك ولكن للأسف الصوت يتقطع أستاذ محمد. حقيقة الصوت يتقطع بيني وبينكم، أنا بكل أسف هذه المسألة واقعة، لكننا نستطيع القول أن تمت أنا وقد تم تأسيس لعلاقات لمعادلات لعناصر جديدة من عناصر الصراع بين العرب و الصهاينة، بين المقاومة الفلسطينية و الكيان الإسرائيلي. استطاع اليوم مقاومو حركة حماس والجهاد الإسلامي استطاعوا اليوم أن يفرضوا عناصر جديدة في الصراع. أثبتت الشعب الإسرائيلي أثبتت قدرة المقاومة، أثبتت قدرة المقاومة على إنجاز وتقديم عناصر قتال الموجة الموجودة في العشق أديان ربما كان الماضي، لكن استطاعوا أن ينتجوا عناصر جديدة، استطاعوا أن يبدأوا بصواريخهم بعيدة المدى الآن عسقلان تحت النار، وعلى أهلي وعلى مستوطني عسقلان الآن يغادروا حتى الساعة الخامسة، وبالتالي العين بالعين والسن بالسن والجراح قصاص. واليوم هنالك تكافؤ في القوى، بل هنالك قوة في الردع، الردع العربي، الردع المقاومة الفلسطيني. الفلسطينيون مستعدون لتحمل الكثير من الخسائر البشرية. نعم. الكيان الإسرائيلي لن يتحمل هذه الخسائر. نعم. الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحمل هذا النزوح القادم باتجاه الشمال، لأن الشمال أيضا مهدد، الشمال الفلسطيني مهدد أيضا، لأن المقاومة الوطنية اللبنانية تتوعد بأن أي عملا آخر في الجنوب اللبناني. نعم، كل التحية والشكر لك أستاذ محمد. نعم. عباس الخبير الأمني من سوريا، ولكن للأسف عرفنا معلومات تكلم ولكن أغلب الاتصال كان هناك خلل من الشبكة خارج اليوم عن إرادة قناة الأيام الفضائية. أرجع مع الأستاذ جواد الهنداوي السفير العراقي السابق في بلجيكا عبر السكايب. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ جواد. أهلا وسهلا. نعم أستاذ جواد، كنا احنا متابعين الداخل الإسرائيلي قبل العملية، عملية طوفان الأقصى، كان هناك أزمات سياسية كبيرة جدا. اليوم أعلن الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني أنهم يدعون إلى حكومة موحدة قومية وهي تختص بالطوارئ، تختص بالحروب. اليوم هذه التخبطات الكبيرة، أزمة داخلية، هجوم من جنوب من غزة، وأيضا هناك ترقب بالشمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خوفا من هجوم من المقاومة اللبنانية. هل إحنا على وشك تغير كبير بالمعادلة؟ هل احنا على وشك بداية الانهيار للكيان الصهيوني؟ نعم، بداية الانهيار للكيان الصهيوني عسكريا وسياسيا، نعم بكل تأكيد. وهل نحن على وشك هجوم او حرب شاملة؟ في الحقيقة هذا السؤال يطرح بشدة في الوقت الحاضر. نعم. والظروف مواتية لمثل هذا، مثل هذه المعركة الشاملة، سواء إقليمية أو سواء دولية، الظروف جدا مواتية. ولكن هل ستنجر المنطقة إلى حرب؟ هذا السؤال الجواب يتوقف على عوامل عديدة. أنا أعتقد الوضع الإسرائيلي والأوروبي المساند والأمريكي المساند سيء جدا. تصريح الرئيس بايدن بدعم إسرائيل 8 مليارات دليل على أنه الستوك المخازن الأمريكية من السلاح نفذت، وإلا إسرائيل في حرب وفي حاجة إلى سلاح، ليس في حاجة إلى أموال. وثانيا أنت تعرف حرب أوكرانيا منذ سنتين استنفذوا كافة الأسلحة الموجودة في المخازن الاستراتيجية الأوروبية، وحتى أخذوا من المخازن اللي موجودة بإسرائيل. فلذلك في الـ عند إسرائيل وعند الجهات الدولية الغربية الأمريكية الداعمة لإسرائيل هنالك نقص في العتاد، نقص في الأسلحة، بالإضافة إلى نقص في المعنويات بالتأكيد. ولذلك أعود وأكرر
لو تلاحظ تصريح بايدن نحن ندعم إسرائيل بثمان مليارات، هم ما محتاجين حاليا الفلوس، محتاجين أما تحرك هذه الطائرة هو للتهديد وللضغط ليس إلا. نعم. ولا أعتقد أنه أمريكا ستشارك، وهم صرحوا علنا أنه لن نشارك بجيش أمريكي أو بجنود أمريكيين للقتال، وهددوا عن طريق وسطاء قطر عن طريق مصر، أبلغوا برسائل تهديد أو توصية أو معلومات إلى الجهات العربية المعنية أو الحركات المقاومة المعنية، لأن نحن نتكلم حاليا عن حركات مقاومة. صحيح. لم نتكلم عن جيوش، يعني هاي الجيوش والدول فشلت منذ 50 سنة، ولذلك الحركات هي التي ستحرر الشعوب، هاي كحركة الحوثيين وحركة حزب الله في جنوب لبنان والحشد الشعبي وحرس الثور الإيراني. هذه الحركات، ولذلك انت شوف استقتال الأمريكان والصهاينة والإسرائيليين على 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 تهديد هذه الحركات، على وئد هذه الحركات. نعم. وخلقوا خلقوا الإرهاب أنا منذ عام 2009 و10، قبلها أيضا لما كنت في بغداد في وزارة الخارجية وفي عملي في هيئة. نعم. أنا كتبت قلت إنه هذول الجماعات الإرهابية المسلحة خلقت لكي تكون بالانس، يعني ميزان ردع مع أو قوى مع الحركات المقاومة التي كانت ناشئة آنذاك، الحرس الثوري الإيراني، حزب الله، الحوثيين كانوا ناشئين آنذاك، الحشد الشعبي كان ناشئ آنذاك، فخلقوا هذه الجماعات داعش وإلى آخره، التي هي ليس حركات أو ليس جيوش دولية، وإنما حركات لكي تقابل الحركات الإسلامية وحركات المقاومة التي قائمة على الحق وقائمة. نعم أستاذ جواد. نعم. حزب الله حاليا هنالك توتر شديد، وأنا صحيح. أعتقد أنه حزب الله رد على استشهاد مجاهدي واليوم التشيع مالتهم، ربي يرحمهم، قال أنه هذا رد أولي، وأعتقد أنه سيرد بعد انتهاء مراسيم التشيع والدفن لشهداء، أعتقد سيرد. نعم نعم أستاذ جواد. نعم. طبعا أكيد الوقت ضيق ولدينا ضيوف آخرين، كل التحية والشكر لك الأستاذ جواد الهنداوي من السفير العراقي السابق في بلجيكا عبر السكايب من بروكسل، تحية لك على هذه المعلومات. أعود مع الأستاذ كاظم الحاج. أستاذ كاظم أجدد الترحيب عليك من جديد. اليوم كانت هناك كلمة مهمة للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، و ذكر دولتين بالخصوص، وطالب هذه الدولتين بالخصوص، طالب المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران بدعم المقاومة الفلسطينية، ونحن نعلم وبشهادة المقاومة الفلسطينية أن هناك دعم مستمر من الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن هل سنشاهد السعودية تدعم المقاومة؟ أنا قبل الأحداث طوفان الأقصى حقيقة كانت هناك زيارة لما يسمى بالسفير غير المقيم للسعودية إلى الضفة الغربية والالتقاء بمحمود عباس وبعض القيادات في السلطة الفلسطينية. كان هدف الزيارة أمرين: الأمر الأول أن يكون هناك إعادة دعم للسلطة الفلسطينية من قبل المملكة العربية السعودية، مقابل أن يكون هناك موافقة على إعلان التطبيع بين السعودية وبين الكيان الإسرائيلي، والأمر الآخر هو استخدام الآلة العسكرية أو الأمنية لفتح ضد الجماعات الإسلامية الأخرى لم تحدد ولم تسمى في حينها، الآن تبين أنها فصائل المقاومة الإسلامية. لذلك حقيقة مستبعد أن يكون هناك دعم مادي واضح، مادي ليس يعني أموال، وإنما مادي على مستوى أن يكون هناك دعم عسكري، تحرك أممي، تحشيد على مستوى دول، على مستوى جامعة عربية، على مستوى منظمة تعاون إسلامي. هذا التحرك المادي غير موجود وغير متوفر وهو مستبعد. الآن ونحن نتحدث هناك استخدام للقواعد العسكرية داخل الأردن تستخدم لدعم الكيان الإسرائيلي بالأسلحة من داخل الأراضي الأردنية للكيان الإسرائيلي،
وبالتالي سيد الفاضل أعتقد أنه التعويل على الدول العربية في أن يكون هناك دعم للقضية الفلسطينية ربما لن يكون أكثر من الدعم الذي رأيناه، وهو الدعم يعني الإعلامي، حتى هو حتى إعلاميا خجول. يعني على مستوى إصدار بيانات، على مستوى إجراء اتصالات، على غيرها من الأمور الأخرى التي ممكن أن تتم. حقيقة ما تطرق له سماحة السيد مهم، أمر مهم جدا سماحة السيد مقتدى الصدر، وهو إلقاء الحجة على الدول العربية تحديدا باعتبارها هي الدول التي المفروض أنها تنظر للقضية الفلسطينية على أنها قضية قومية، وهي مشمولة بما يجري في داخل فلسطين المحتلة. وأيضا هناك يعني رؤية ليعلمها الجميع أن القضية الفلسطينية فيها ثلاث محاور. أولا المحور الوطني، وهو الذي يخص الفلسطينيين وكيف يتعاملون مع القضايا داخل فلسطين، وربما طوفان الأقصى أحد مصادق هذا التعامل الوطني مع القضية الفلسطينية. والبعد العربي، وهو الذي أشار إليه سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه لابد أن يكون هناك دعم حقيقي، يعني أعلن داخل الكيان الإسرائيلي بقطع الماء والوقود والغذاء عن قطاع غزة، بمعنى أن هناك حرب إبادة جماعية بكل النواميس والمصادق التي ممكن أن تسمى حرب إبادة جماعية. لذلك لابد أن يكون هناك تحرك فعلي وحقيقي للبعد العربي للقضية الفلسطينية. أستاذ كاظم، بما أنه ذكرنا المملكة الأردنية الهاشمية ويصفون الملك دائما أن القدس هو تحت الوصاية الأردنية وأن الملك هو حامل القدس مثل ما يقولون، ولكن الحكومة الأردنية أغلقت جسر الملك حسين الرابط بين الأردن وبين الضفة الغربية، هذا نعتبره اليوم تضامن مع الكيان الصهيوني؟ هو التضامن سيد الفاضل موجود باعتبار أن مجرد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هو تضامن مع وجود هذا الكيان. المفروض والمنطق والبعد العربي الذي أشرنا إليه، البعد القومي، هو أن لا يكون هناك اعتراف بكيان أصلا على أرض فلسطين، بمعنى أنه كل دولة تقول، يعني دول عربية أو حتى غير عربية تقول أنه لابد أن يكون هناك حفاظ على حقوق الفلسطينيين في إقامة حق الدولتين، هو بصورة غير مباشرة يتضامن مع الكيان الإسرائيلي ويعترف بوجوده بصورة مباشرة، وأيضا يقدم له الدعم فيما يقوم به الآن. لذلك هنا أنتقل إلى البعد الثالث من القضية الفلسطينية، وهو البعد الإسلامي الذي يمثله محور المقاومة بعض الدول الإسلامية، وموقف الجمهورية الإسلامية واضح حقيقة في هذا الشأن، وأيضا تقديمها الدعم، وأعلن يعني من داخل فلسطين أعلنها أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام. نعم. وعلى الفضائيات قال نحن نشكر الجمهورية الإسلامية على تقديمها الدعم لنا في مسألة العتاد والسلاح وأمور أخرى، هذا بالنص ما قاله. لذلك البعد الإسلامي هو الذي يتعامل الآن مع القضية الفلسطينية ولا يعترف بوجود الكيان الإسرائيلي ولا بحل الدولتين ولا بمؤتمر ما سمي في حينه مؤتمر السلام مقابل الأرض وغيرها من الأمور الأخرى التي طرأت وجرت على القضية الفلسطينية خلال نعم أستاذ كاظم. نعم أحبة المشاهدين، ننتقل إلى طهران مع الأستاذ رضا الحسيني المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ رضا. السلام عليكم وتحية لكم وللمشاهدين الكرام. ربي خليك، أهلا وسهلا بك أستاذ رضا. أريد بما أنك من طهران أريد تحليل لهذا التصريح من الإمام الخامنئي، قال اليوم نصا أن على الكيان الصهيوني أن يكون متأكدا بأنه راح يتلقى صفعة أقوى من بعد الهجوم على غزة، يعني هل هناك رد أقوى من رد طوفان الأقصى؟ تتوقعون ممكن ضربة إيرانية لإسرائيل، أو هناك خطة مشتركة مع المقاومة الفلسطينية لتوجيه صفعة أكبر؟ طبعا القادة في إيران والشعب الإيراني وكما كان الحاج قاسم سليماني وشهيد عماد مغنية أيضا كانوا دائما يستيقظون صباحا وهم كانوا يفكرون بالحلم الذي كان يأتيهم كل ليلة كيف يقضون على الكيان الصهيوني.
فهذه الانتصارات وهذا التضامن والتضافر لدى كافة قوة المحور هو دليل على قوة هذا المحور وعلى تأكدهم من الانتصار العظيم. المقاومة الفلسطينية أظهرت في هذه العملية بأنها هي السباقة وأنها هي تملك اليد العليا وهي المبادرة لإعلان الهجوم أو إنهاء الهجوم على العدو الصهيوني. فالعملية المركبة التي قام بها الفلسطينيون كانت هي النموذج وهي أكبر عملية حصلت في التاريخ وبهكذا نتائج ضد الكيان الصهيوني. فالكيان الصهيوني كان هو تفاجأ بهكذا هجوم. حاول الكيان الصهيوني دائما ويحاول دائما أن يقلل من قوة وقدرة المقاومة عبر التوجه بالقول بأن هذا التخطيط وهذا العمل وكل هذا الشيء هو إيراني، في حين أن إيران تساعد وتدعم بالسلاح والمال. نعم. وحتى يمكن بالتدريب للقوى المقاومة، ولكن القرار بتحرير الأراضي الفلسطينية لا يأتي إلا على أيدي القوات الفلسطينية، وتصميم بالبدء بالحرب أو بالهجوم أو عدمه هو يأتي من قبل القوات الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية. فالكيان الصهيوني حاول أن يلقي اللوم وفشله على إيران، ولكن إيران كانت عبر كافة قادتها تعلن بأنها هي مستعدة للرد ورد الصاصة عين على هذا الكيان الصهيوني، ومتأكدة إيران بأنه في حال فكر العدو الصهيوني بأي عمل أو بأي خرق للسيادة الإيرانية والاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأنه سوف يتلقى الضربة القوية جدا. ولا أعتقد بأن هذا الكيان الصهيوني يستطيع أن يقوم بأي فعل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، أعود مع الأستاذ كاظم الحاج. أستاذ كاظم، الآن يعني بعد 4 أيام إسرائيل استخدمت الغارات الوحشية، استخدمت الأسلحة المحرمة، الفسفور الأبيض وغير هاي الصناعة الأمريكية، استخدمت اليوم القضايا الإنسانية. اليوم لما تحرم عدد من السكان من المياه أو جميع السكان في غزة من المياه، الكهرباء، الوقود، دمرت مشافي خاصة في غزة، خرجت عن الخدمة، وإلى الآن أهداف إسرائيل ما تحققت، وإلى الآن هناك هجوم واسع من المقاومة الفلسطينية. هل تتوقع أو ما هي اليوم الخطوة القادمة للكيان الصهيوني عسكريا؟ أولا أشرنا في بداية الحلقة على أن نتنياهو يحاول أن يستغل هذه الأحداث للنجاة من المأزق الذي كان فيه قبل أحداث طوفان الأقصى، المظاهرات والمساءلات والمحكمة والقضاء وغيرها من الأمور الأخرى، وبالتالي هو يحاول أن يطيل عمر هذه المعركة ويستخدم كافة الأدوات والوسائل التي تتاح له حقيقة من أجل تنفيذ هذا الهدف. الهدف الآخر التكتيك الذي عملت عليه الولايات إسرائيل. نعم. هو محاولة ابتزاز دول العالم برمتها وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت حقيقة في أن تحصل على $8، وأيضا هناك يعني مساعدات أو دعم حقيقة، دعم عسكري، ويعني الدفعة الأولى كما أعلن اليوم المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أنه هي في الطريق وستصل إليه، وهناك دفعات أخرى. أيضا لا ننسى سيد الفاضل، كان هناك اليوم تصريح ملفت من أحد قيادات جيش الكيان الإسرائيلي، وهو أن يزيح كل سكان قطاع غزة إلى الجانب المصري إلى سيناء، وهذا الأمر معناه محاولة لاحتلال هذا القطاع الذي يمثل 1% من مساحة كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا أمر أيضا تعمل عليه إسرائيل رغم أنه هناك تراجع، لكن هو هدف تم إعلانه. الأمر الآخر، هم يعملون بكل الوسائل الآن على مستوى الداخل الفلسطيني أن
يكبحوا عنفوان فصائل المقاومة الإسلامية بالضغط عليهم من خلال استهداف الأبرياء من المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء، وبالتالي محاولة التأثير عليهم. أيضا هم يحاولون أن يعني يعطوا رسالة للعالم أن يكون إيقاف القصف مقابل إطلاق الأسرى الذين تم أسرهم خلال عملية طوفان الأقصى، وبالتالي هذا أيضا هدف تسعى لتحقيقه أو لتحقيقه الكيان الإسرائيلي. على مستوى الإقليم حتما، وأشرنا قبل قليل أن هناك دول عربية هي التي الآن تستخدم أراضيها لتزويد الكيان الإسرائيلي بالسلاح وإشعار أو إعلان على أن هناك مظلومية لهذا الكيان ومستوطنيه داخل الأراضي الفلسطينية، أيضا محاولة كسب الرأي العام العربي من خلال بعض الوسائل التي هي يطلق عليها عربية لكنها ربما هي عبرية أكثر من العبرية نفسها. نعم. على مستوى إقليمي استطاع حقيقة يعني استطاع الكيان الإسرائيلي أن يحشد دول وضوء أخضر للجرائم التي يرتكبها الآن. هناك بيان صدر يوم أمس كما أشرنا من 5 دول إضافة إلى الكيان الإسرائيلي فيما يسمى بحق الدفاع عن نفسه عن نفسها ككيان إسرائيلي. أيضا على المدى المنظور هو أيضا يحاول أن يستغل هذه الحالة في مسألة استمرار التطبيع مع دول عربية أعلنت التطبيع أو أنها تريد أو ستعلن على أنها تطبع مع الكيان الإسرائيلي. كل يعني الطرق التي ممكن أن يستفيد منها الكيان الإسرائيلي سيستفيد منها. أضف إلى ذلك هناك الضفة أو الجهة الشمالية لفلسطين المحتلة، جنوب لبنان، جنوب سوريا، أيضا يحاول أن يرسخ واقع جديد، وبالتالي هو يحاول حقيقة أن يستغل كل هذه الأوضاع لصالحه. نعم أستاذ كاظم، وهذا الأمر يعني حتما أنه يؤخذ بنظر الاعتبار من فصائل المقاومة الإسلامية. نعم أستاذ كاظم. أعود إلى طهران مع السيد رضا الحسيني المحلل السياسي. أستاذ رضا، أنه حركة حماس أعلنت النفير العام يوم الجمعة القادم جمعة طوفان الأقصى، ودعت كل أحرار العالم إلى تظاهرات ومسيرات كبيرة جدا بمختلف العواصم إن كانت عربية أو حتى مو عربية، إسلامية ومو إسلامية، من أجل اليوم دعم عملية طوفان الأقصى. هل سنشاهد مع التظاهرات والمسيرات هناك عملية أيضا كبرى نوعية، ولكن فقط راح تقتصر على التظاهرات والمسيرات؟ طبعا الآن هذه المظاهرات سوف تنتشر وسوف يستجيب لها الشعب العربي والشعب الإسلامي. يجب الفصل بين بعض الأنظمة والحكومات ورؤسائها وبين الشعب والشعوب. فكما لاحظتم في كأس العالم في قطر، نعم، كيف تعاطى الشعب العربي والشعب الإسلامي مع المطبعين وحتى مع الصهاينة الذين جاءوا إلى قطر وإلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم. فأكيد هناك دعم من قبل الشعوب، وسوف الكل يخرج لدعم هذه القضية الفلسطينية وهذه العملية التي قام بها المقاومين الفلسطينيون. أما بالنسبة لموضوع العمليات النوعية فهو متروك الآن في غزة وفي المستوطنات المحيطة بغزة، وحتى إطلاق الصواريخ على تل أبيب وعلى عسقلان وعلى كافة النقاط التي تراها المقاومة الفلسطينية أو إدارة العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية بأنه واجب أن تعمل هناك، فإن تعمل هناك وهناك قصف لكافة النقاط وبعض المدن الكبرى في داخل الكيان الصهيوني. فالعمليات هي موجودة على حدود قطاع غزة وداخل العمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك أيضا التحضير، وكل مقاوم في أي بقعة من البقع تراه يعمل بجهد لمحاولة نصرة غزة. فغزة هي ليست لوحدها، أيضا الضفة الغربية كما شاهدتم اليوم كان هناك عملية في الخليل، وبالأمس كان هناك عملية في القدس وفي طول كرم وفي جنين وحتى في راهط وفي بئر السبع كان هناك عمليات نوعية لنصرة للشعب الفلسطيني. فهذه العمليات سوف تستمر. أستاذ رضا، حتى عمليات صارت خارج فلسطين وخارج الأراضي المحتلة، في الإسكندرية في مصر
اليوم الدافع الإسلامي وعلى دافع على القضية الفلسطينية شرطي بالشرطة المصرية يقتل إسرائيليين. نعم يعني، وأيضا يعني هناك كل شخص إسرائيلي موجود، يعني بين هلالين كل شخص صهيوني موجود خارج الكيان الصهيوني وحتى داخل الكيان الصهيوني، فإنه يتجنب أن يتوجه إلى مناطق أو إلى تجمعات عربية أو إسلامية ويختبئ في بيته إلى أن تنتهي العملية. فهذا هناك كابوس يعني يعيش الإسرائيلي بكابوس، وهو المقاومة وهو الانتقام الفلسطيني وهو الحق الفلسطيني الذي يريد أن يأخذه منه. هذا لأي شخص يحمل جنسية إسرائيلية هو معرض للخطر، لأنه قام باحتلال وأذية والمشاركة في قتل الشعب الفلسطيني المظلوم. نعم، كل التحية والشكر لك سيد رضا الحسيني المحلل السياسي من طهران عبر السكايب على هذه المعلومات المهمة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. وأيضا كل الشكر والتحية للأستاذ كاظم الحاج الباحث بالشأن السياسي. شكرا جزيلا. وأيضا شكرنا موصول للأستاذ محمد عباس الخبير العسكري من سوريا، وأيضا السفير السابق في بلجيكا السفير العراقي في بلجيكا السيد جواد الهنداوي اللي كان متحدثا من بروكسل. بالنهاية نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لكل الجرحى الفلسطينيين، ويا رب السلامة على قطاع غزة وعلى كل الأبطال من المقاومة الإسلامية من حماس القسام سرايا القدس وكل المسميات اللي حقيقة اليوم أثلجوا قلوب الجميع وقلوب الأحرار. طوفان الأقصى ما قدرت لسدود الصهاينة وانهارت، وصراخ المطبعين كبير جدا. إلى هنا تنتهي حلقتنا وتغطيتنا الخاصة على طوفان الأقصى. نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.